يرفع يده اليمنى بحركته المعهودة ويقف أمام عالمين أمريكيين وخلف منصة تحمل Make America Great Again، أي اجعل أمريكا عظيمة مجددا مرة أخرى. من يرى وقفة ترامب بين مناصريه يستبعد أن يكون ترامب قد خرج لتوه من محكمة واجه فيها اتهامات تاريخية قد تؤدي به إلى السجن، بل على العكس من ذلك تماما، فقد بدا ترامب بعد اعتقاله في أوج حملته الانتخابية للرئاسة وقال إنه كان ضحية مؤامرة من الحزب الديمقراطي لإفشال محاولة إعادة انتخابه. I never thought anything like this could happen in America. Never thought it could happen. The only crime that I have committed is to fearlessly defend our nation from those who seek to destroy it. This fake case was brought only to interfere with the upcoming 2024 election, and it should be dropped immediately. Immediately. في المحكمة هكذا بدأ وجه ترامب، دعونا نظهره لكم في هذه الصورة. متجهما أثناء تلقيه 34 تهمة، ومنها ما يتعلق بدفع مال مقابل شراء صمت ممثلة إباحية. ذلك الخطاب الذي ظهر به جاء بعد جلسة توجيه التهم. كيف شعر ترامب أثناء توجيه التهم إليه؟ الفيديو ممنوع من داخل المحكمة، إلا أن ريشة الرسام التقطت بعضا من تعابير وجه ترامب، فقد ظهر بملامح جامدة من دون إبداء ردة فعل، كما يبدو أنه قد أزاح وجهه عن النظر إلى القاضي. وأصبح ترامب بهذا أول شخص يواجه تهما جنائية بعدما شغل طبعا منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. لكن في غمرة هذه الإجراءات القضائية أصبحت المحامية التي ترافقه ألينا حبة المولودة لأبوين عراقيين حديث وسائل التواصل الإعلام الأمريكية بعد أن واظبت على الظهور بصفتها واحدة من أعضاء فريق الدفاع عن ترامب. نتعرف في هذا التقرير على ألينا وعن دفاعها عن ترامب، دعونا نتابع. شكرا لمشاهدتك ترندنج، سنسعد باشتراكك بالقناة ومشاركتك لقصصنا وإعجابك بها وتعليقك عليها.